واو، رياضة رياضة رياضة، أنا ملك الرياضة، أنا هو الرجل العضلنجي القوي جدا جدا جدا. انظروا هذا الشخص اللي قدامكم كان ضعيف جدا، ما عنده عضلات، كان عنده بطن كبير، بصراحة كان جسمه أقرف جسم بالعالم. هذا متدرب عندي، أنا دربته، كل يوم كنت أعطيه وجبات غذائية صحية مثل البيض، بروتينات، البطاطس، كربوهيدرات. بصراحة أنا بحب الرياضة وبحب الملاكمة، ولما أنا أجلس على جهاز الحاسوب بتابع الرفع أثقال، بتابع الرياضة. أنا بحب الرياضة، وأنا لما أقوم من جهاز الحاسوب بلاكم هذا كيس الملاكمة، زيك ملاكمة ملاكمة، ضرب ضرب ضرب، باكل وجبة الإفطار والغداء مثل هيك، بروتينات، كربوهيدرات، أشياء لذيذة جدا جدا، وباكل 3 دجاجات أو 4 باليوم. بعديها بتمرن بتمرن بتمرن، بجلس على هذا التلفاز وبشاهد يعني الأشياء تبعت الرياضة، كمال الأجسام، أشياء رياضية، كرة قدم، كرة سلة، أشياء رياضة بتحرك الأقدام. شوفوا عضلاتي، عضلاتي مزعة، البلوزة اللي أنا لابسها مزعة، ملابسي قد ما عضلاتي قوية جدا جدا. اليوم يوم يا عالم، أنا رح أدمر أي واحد ضعيف، أنا بكره الضعف كثير، ورح أروح أنا أدور على أي واحد شرير عشان أدمره وضعيف عشان أساعده. ومر، إيش هذا؟ يلا يلا خلينا أجي إلى هذا. أي أبو زرح، أختار آيس كريم بنكهة الفراولة أم الشوكولاتة أم الفانيلا؟ مرحبا، أنا بدي آيس كريم. لا لا لا، الآيس كريم مضرة، فيها سكر. أنت شو هذا؟ هي هي، لا 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 تنظر، لا تنظر إلى هذا المكان، أنت مبين عليك رجل قوي ولازم تأكل آيس كريم. لا، الآيس كريم فيها سكر وفيها دهون مشبعة، أنا ما رح أكل الآيس كريم والبوظة. إيش هذا المكان؟ ما كنت أنا منتبه، ليش هيك شكلك؟ أسنانك كثير مدببة، ولسانك عليه دم، وشعرك غريب، وراسك مقزوز مثل هيك معضوض، وجميع الجزيرة تبعتك هيكل عظمية للبشر. لأنه أنا هو، بصراحة بدي أحكي لك إياها، أنا اسمي رود، ورود هو الرجل الآيس كريم الشرير، وأنا مش حابب أحكي لك إنه أنا بدي أسممك، أنا بدي أطعميك يعني آيس كريم لذيذي، تعال وكل تعال. هي أنا ما رح أصدقك، أنت كاذب 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 كاذب، الموت إلك يا آيس كريم، أنا رح أذوبك. بدك تقاتل إذن؟ جاهز، شوف الضربات. اوه، ما رح انت تصمد ضدي، ما رح تصمد ضدي، انا رح افرجيك. الان انت رح تاكل اقوى ضربات بالعالم من المعلم الايس كريم رود الشرير. من المعلم الايس كريم رود الشرير، قلت لي اه، انا ما بحس بلكماتك، ما بحس بضرباتك. وين اختفى هذا؟ راح ذاب. آيس كريم، لازم أرجع أطلع، لازم أرجع آيس كريم. لا، واو، هذا رماني من أعلى مكان. هيا آيس كريم، سوف أعود، سوف أعود بعد التمرين، راح أتمرن وراح أرجع لهذا الشرير. يلا. One day later. واو، عدت في اليوم التالي، أنا اتمرنت ورجعت له. هاي يا آيس كريم. كيف انت رجعت؟ رح أرجع أقتلك مرة ثانية. أوكي، أي شو هاي الضربات القوية؟ ضربات واحدة، تدرب بشدة،
موت يا شرير، هين دمرته الايس كريم للضعفاء. ما بنصح اي احد ياكل ايس كريم لانه بتخليكوا ضعفاء جدا جدا جدا. اما لما تاكلوا البيض والبروتين والدجاج والاشياء المشبعه بالبروتين، هذا امر جدا اسطوري. وي شو هذا؟ ياي يلا يلا، خليني انا الان بدي احضر باب الحارة. جدا خليني افتح التلفزيون زي هيك. جدا مقرف، اكسر التلفاز انت ضعيف. اي تلفاز يا كلب وينه؟ اي تاخذ التلفاز تبعي والله لا اخلي صديقة النحلة تقرصك في راسك. طيب اوه صديقتك النحلة ضعيف، انظروا عضلاته مثل الحجارة الصغيرة. هي انت مقزز يا نوب يا غبي يا اضعف واحد بشوفه بحياتي. تعال انا ولك خذ لك الشبرية. ياي والله يا ابو عصام يا ابو عصام يا ابو عصام يا ابو هيني كسرت التلفاز. تلفازي كم مرة بدك تكسر التلفاز انت؟ كم مرة اضربك اكسر لك راسك؟ اوه تضربني اضربني اشوف اضربني. مقرف مقرف جدا. انا لا راح افرجيك ضربتي. 1 2 3 ضعيف ضعيف ضربة والله لا خلي النحلة تضربك في راسك. هاي النحلة عيني في عصتها في عصة. ايه نحلتي حبيبتي ضعيف نحلتي انت بتطلع لي عسل. انت اضعف واحد بشوفه بحياتي، انت لازم تتدرب. انت لو قابلت ايس كريم الشرير لكان قتلك وطعمك من الايس كريم السام. هيا ضعيف ركز على نفسك وعلى بناء جسدك. ايه ايه بناء جسد انا بدي. اوه يا سلام دجاج سلايم خمممم خمممم. ايه هذا دجاج الجل السلايمي. هاي انت لازم تاكل البيضة. يلا تعال قدامي كل البيض والبطاطس بسرعة. لا لا ما بدي ما بدي اكل، خليني بدي اكسر هذه زيك. مش قادر اكسر البلوكي، ليش هيك بصعوبة؟ يلا اي بدك تدبني انت يا شرير. كل البيض كل البيض. ما بدي بيض ما بدي كل البيض. بدي التلفزيون ما رح احضر باب الحارة. هاي النحلة اذا انت ما ردت علي رح اقتلها قبل قليل. فعصتها الان رح اقتلها. هي هي شوف في هون بيتزا. لا بيتزا ما في بيتزا. هي راحت البيتزا. يا شو بدي اكل طيب؟ يلا بايض بنتظرك في الطريق. يلا هي اتحداك تطلع. استنى اتحداك تطلع من هون تقفز على بلوكيها. اتحداك. لا مش هيك هيك هيك. كيف بدي اسوي هاي؟ يعني انا انت اطول مني حتى تطلع طولك اطول مني. يعني كيف انت يعني هاي مش بالقوة هاي هذه بالطول. تعال من هون اتحدك تقفز. بتحكي رجلك اقوياء شكلك ما بتلعب رجلين. لا بلعب رجلين. ها زي هيك. انت كذاب. طيب شو هذا الطعم؟ بدي اروح اكل بيتزا. ما في بيتزا، زازل جميع البيتزا الموجودة في هذه في جزيرتك. يلا بيض بنتظرك. يا ياخذه اخ يلا. والله البيض بخلي الواحد قوي بس ما بدي ضمن انا نوب. انت مش نوب، انت مش ضعيف، انت قوي، انت محترف. تعال معاي. تعال انا ضعيف. يلا حبيبي كلاب. الكلاب تنتظرك. ايه كلاب ضرب. هيا في جزيرة تبعتي كمان أسود مش فقط بكلاب. اقتل هاي الكلاب تحداها عشان تصير قوي مش نوب ومحت يعني وضعيف. لا ما أيوة ما عملتنا البيت خليتنا تصير أقوى شوية. ما بدي لأضعنا ضعيف. لازم انت تصير قوي. تعال لسه بدك تتمرن تتدرب. خلاص 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 أنا ما بدي هاجم الكلاب، بدي هاجمك انت. اوه بدك تهاجمني انا. تمرن تمرن بقول لك تمرن.
اضرب الكلب كيف أيوة. زي هيك صوتك بدأ يتعدل صوتك. يلا انت جاهز اذهب عليهم روح. طيب ماشي يلا هجوم. انا بدي اصير قوي، انا بدي ابطل ضعيف. ايوه يا كلاب تعالوا تعال يا نوب. شو هذا عندك؟ تخيل هاي خلوه. يلا هاي الاول ثاني ثاني ايوه الثاني دمرو. والله لا يوفقك انا دربتك. لا